احنا عملنا بس بالصدفه مطار اتجاهين معروف ان هو ايقاف وتشغيل يمين تشغيل شمال نقط حمايه ما فيش غيرهم. فلما جينا حطيناه بي ال سي اشتغل. هو انا ما قلتش انه غلط, هو صح بس صح بالصدفه. عشان كده لازم نتناقش في التمرين بتاع النهارده. طبعا اهم حاجه احنا متفقين ان عندنا الاي 0.0 هستخدمه كمفتاح ستوب. المفتاح دوت نورمالي كلوز. ثلاث معلومات مهمه, اسمه ايه, هعمل بيه ايه, حالته ايه. اوكي الاي 0.1 هستخدمه كستارت الاتجاه اليمين نورمالي اوبن. الاي 0.1 هستخدمه كستارت الاتجاه الشمال نورمالي اوبن. في حاجه تاني؟ سوري اي 0.2. اوكي في حاجه تانية كده, هو ستوب ويمين شمال. الحمايات دي حاجات سوفت وير احنا هنحطها صح؟ اوكي ماشي. بالمره الكيو 0.1 هو الموتور رايت. الكيو 0.2 هو الموتور ليفت. اوكي التشغيل اي 0.1 المفروض ان هو يشغل كيو 0.1 عشان نبقى متفقين. انا هفضل دايس ولا هدوس واشيل؟ طيب يبقى احط لاتش نقطه تعويض كيو 0.1. هو مش هيجي في مره اوقفه ولا هيفضل مدى الحياه شغال. عشان كده معلومه لا يمكن تحصل ابدا ان يكون في تمرين معمول له لاتش نقطه تعويض وملوش مفتاح ايقاف. مش هينفع دي معانا, ما بيوقفش معانا. الحل الوحيد عشان توقف موتور توقف المصنع كله وتفصل البي ال سي. اوكي فمش هيبقى ليها اي معنى انا من غير ما اقرا البرنامج. لو لقيت برنامج فيه لاتش معمول بس ما فيهوش ايقاف يبقى غلط. اوكي اي 0.0 زي ما اتفقنا. الاي 0.0 هو اوريدي مغلق بره, هعكسه تاني جوه. تمام هو اوريدي خلاص كده معناها كانه مغلق برده جوه لان دوت بيسمع كلام اللي بره. اي 0.0 ده موتور اتجاهين, يعني اساسي ان هيكون في ايه؟ حمايه. كيو 0.2 اللي هو من الاتجاه التاني. برده الاتجاه التاني اي 0.2 كيو 0.2 نقطه تعويض مفتاح الايقاف الاي 0.0 نقطة الحماية الانترلوك كيو 0.1 يروح يشغل كيو 0.2. بس ده كده الموتور الاتجاهين العادي اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. أنا عايز أقول له لما شغل كيو 0.1 عن طريق الاي 0.1 اوتوماتيك يروح يعمل إيه؟ يفصل كيو 0.2. ولما شغل كيو 0.2 عن طريق الاي 0.2 الأول يروح يعمل إيه؟ يفصل كيو 0.1. هو اللي بيشغل كيو 0.1 مين؟ اي 0.1. يبقى هو اللي هيعمل ايه؟ هاخد منه نقطة ايه؟ كلوز. كلوز صح. اي 0.2 نفس الكلام. سوري اي 0.1 ها اي 0.2 هو اللي بيشغل تحت, يبقى هو اللي هيعمل ايه فوق؟ يبقى نقطة مغلقة من الاي 0.2. في مشكلة دلوقتي؟ ما تفرقش, هي لحظة عشان نبقى متفقين ان المفروض من المرة الجاية ما نتناقش في نقطة اوبن وكلوز تاني. الاي 0.0 هو بره حالته ايه؟ كلوز. انت موافق ان يكون مفتاح الايقاف كلوز؟ ده هو طول عمرنا في الكنترول قالوا لنا ان لازم مفتاح الايقاف يبقى كلوز, يبقى انا موافق. دي مش معناها اوبن, ده شكله اوبن. عشان كده بعد اذن حضرتك لو سالتك قلت لك ده ايه؟ قول استنى اما اشوفه بره حالته ايه. اوكي عشان كده انا اول حاجه عملتها قبل ما برمج عملت ايه؟ حالة المفاتيح. يمكن الاوتبوت مش مشكله, يعني يوم ما اختار كي 0.5 بقى كي 0.1 مش فارقه كتير, ما انا كده كده هروح اوصل عليه بره وهعرف انا استخدمت ايه وهوصل عليه. لكن حالة المفاتيح مهمه جدا, اسمه هيعمل بيه ايه؟ اوبن ولا كلوز. اوكي نتناقش بقى في التمرين. تعال نقرا زي ما البي ال سي بيقراه. اوكي انا هكتب واحد على الحاجه الكلوز وزيرو على الحاجه الاوبن, او واحد على الحاجه اللي اشتغلت وزيرو على الحاجه اللي طفت. في البدايه خالص الاي 0.1 بره اوبن يبقى جوه برده ايه؟ اوبن. الاي 0.0 بره كلوز يبقى جوه برده كلوز. ده زيه زي الكنترول يعني يعتبر ايه؟ كلوز. الاي 0.2 هو بره اوبن, ده بيعكس حتى اللي بره فكانه ايه؟ كلوز. لسه ما دوستش فده ما اشتغلش. سوري اي 0.0 كلوز بره يبقى واحد. طيب تاني من الاول
انا ما دوستش على الاي 0.1، ما دوستش على الاي 0.1 هو نورمال اوبن، وده بيسمع كلام اللي بره فهو كمان ايه اوبن زيرو. الاي 0.0 كلوز بره وده بيسمع كلام اللي بره فهو كمان ايه كلوز. كي 0.2 زي الكنترول، هي نقطه مغلقه ده لسه ما اشتغلش فاكيد دي لسه برضو ايه كلوز. الاي 0.2 بره اوبن، ده بيعكس حاله الاوبن فكانه ايه كلوز، انا لسه ما دوستش فكي 0.1 لسه ما اشتغلش. ما دام ما اشتغلش يبقى نقطه التعويض لسه في مشكله في الكلام ده. خد بالك احنا مش هنعمل البرنامج كل مره كده، بس هي في الاول عشان نفهم كويس جدا مبدا القرايه اللي هي البريورتي الاولويات، بعد كده يبقى الموضوع مش محتاج زيرو وحاجه، بس هو اوتوماتيك البي ال سي على الكمبيوتر هيكتب لك زيرو واحد بالطريقه دي. تاني نشرحها هنا وهي هنا. اوبن مش مفتوح، اوبن لا، اوبن يعني زيرو، كلوز يعني واحد، كلوز يعني واحد بالظبط. الاي 0.2 حالته ايه؟ اوبن يعني هنا اكتب ايه؟ زيرو صح؟ الاي 0.0 واحد، ما هو هو كي 0.1 لسه ده ما اشتغلش. الاي 0.1 ها نتناقش، خد وده عشان لو غلط لو مش متفقين. ده بيعكس حد، هو الانبوت دوت بره ولا جوه؟ جاي من بره. بره ايه؟ اوبن، يبقى جوه كلوز، لسه ما دوستش فده ما اشتغلش. ده الطبيعي بتاع جهاز البي ال سي اول ما تعمل البرنامج وتعمل داونلود ورن، ما دام لسه ما دوستش على اي حاجه. كي عشان كده مهم جدا لما تيجي تجرب البرنامج ما تنساش تكون مظبط حاله المفاتيح. يعني ايه؟ احنا افترضنا ان الاي 0 بوينت، مش افترضنا، احنا برمجنا على كده ان الاي 0.0 كلوز والاي 0.1 اوبن والاي 0.2 اوبن. يبقى اول حاجه هتعملها احنا عندنا السيلكتور ممكن تظبطها زي ما انت عايز، يبقى ظبطها على ان دوت كلوز ودوت اوبن ودوت اوبن. بعد كده ابدا جرب البرنامج. تعال بقى نجربه على السبوره هنا. الاي 0.1 انا دوست عليه، دوست على الاي 0.1. في كام اي 0.1 في البرنامج؟ اثنين، واحد في نتورك 1 وواحد في نتورك 2 صح؟ يعني المفروض واحد هيقفل والثاني هيعمل ايه؟ هيفتح. ماشي، خليك فاكر ان في نتورك 1 ونتورك 2. طيب هو انهي اللي هيتغير الاول؟ اللي فوق ولا اللي تحت ولا الاثنين مع بعض؟ ها؟ ها؟ احنا هنتناقش لان هو ده البيزك بتاع البي ال سي. انا ما قلتش كده، ده كان فين؟ ده فين المغلق يفتح الاول؟ كنترول، وعشان سؤال بيرن موجود بجنبه كان في الكنترول الحركه دي جوه البي ال سي. هي الميزه، فاكر لما قلت لك هيجي يسلم والترتيب ولازم يبدا يعني مليون الميه هيشوف اي 0.1 اللي في نتورك واحد قبل ما يشوف اللي في نتورك اثنين. يعني مليون الميه ده هتفرق الاول، هتفرق صدقني، هتفرق جدا 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 جدا، وهتفرق في بالاخص في التمرين ده كمان. اي 0.1 قفل هنا الاول، واحد 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 واحد، يبقى ده هيجرى له ايه؟ واحد هيشتغل، اشتغل. ده لما اشتغل على طول عمل ايه في نقطه التعويض؟ يعني لو تخيلنا، هو مش حقيقي بس لو تخيلنا ان انا يعني سبايدر مان وهلحق افتح المفتاح باقصى سرعه عندي، مش هيفصل لان كده كده هو سريع جدا ولحق يعمل ايه؟ يعوض. بس اطمن حضرتك لا يمكن تلحق تفتح المفتاح قبل ما يكون البي ال سي يعني قفل الحته دي. حضرتك عمال ما تدوس على المفتاح وتشيل، لو تخيل ان انا هعمل كده انا دوست وشلت، عارف البي ال سي هيقول ايه؟ هيقول لي ده انا عديت حوالي 600 700 مره على المفتاح لقيته لسه ايه؟ مقفول، لان هو بيقرا البرنامج 3000 مره في الثانيه. فلو افترض ان انا خدت الحته دي كده مثلا في ربع ثانيه، هو بالنسبه له يعني قرا البرنامج كتير جدا صح؟ اكتر من 700 مره كمان. طيب ده اشتغل، ده لما اشتغل دايركت على طول في البي اي كيو اللي هو البروسيس ايمج اوف اوتبوت، البي ال سي سجل ان الاوتبوت ده جرى له ايه؟ عشان اول ما ينزل هنا يقول له ايه؟ يقول له ممنوع الاضطراب التصوير، اوعى تشغل عشان ما تعملش قفل. اوكي؟ ده بس اللي اتغير ولا في حاجه ثانيه اتغيرت؟ اللي هو الاي 0.1 مش انا دوست عليه؟ يعني هو غير فوق ما غيرش تحت؟ هو غير في الاثنين صح؟ يعني من الاخر لا يمكن حتى لو مين جه يشغل هنا يعرف يشغل ده. تمام. بس ما هي الفكره بقى في حاجه، انا عايزك تتخيل معايا النقطه دي، انا لسه دايس، انا بطيء البي ال سي سريع، فانا لسه دايس لسه ما شلتش. استحاله تحصل ان وزن في خلال 1 سايكل اكون انا دوست وشلت، مش هتحصل. لو حضرتك عملتها دوست وشلت، احنا هنعملها كده مش كبرنامج واقعي بس كتجربه عشان اقنعك. لما ناخد الكاونتر ناخد حاجه اسمها سبيشال ميركر، هنعمل تجربه هقول لكم شوف مين اسرع واحد فيكم، اسرع واحد فيكم هيجيب البرنامج مثلا هيكون الدوسه بتاعته البي ال سي عدى عليا 500 مره، ده اسرع واحد فيكم. فاحنا كده دوسنا مره، البي ال سي لسه في قلب السايكل.
هو مش حقيقة بس انا اتخيل ان السايكل اللي بعديها كنت انا عملت ايه. تتخيلها بس. طيب تعال انا بس عدى على البرنامج سايكل 2 3 4 5 1000 2000 هنتكلم كل ده اقل من ثانيه يعني. كنت انا عملت ايه؟ شلت ايدي من على الاي 0.1. يفتح هنا الاول ولا يرجع يقفل هنا الاول؟ الترتيب بتاعه الاول يعمل ايه هنا؟ يفتح. هل البرنامج فصل؟ لا، لان كده كده في نقطه تعويض. طب هل دوت اشتغل؟ لا، لان في حمايه. في اتجاه تاني المفتاح قفل، لكن الاتجاه دوت ايه؟ ما اشتغلش لان في حمايه، يعني مصلحه، يعني خير وبركه، ما حصلش قفل، صح؟ وليس بكده لما انت جربت دوست اشتغل شلت ايدك فضل ايه؟ شغال، صح؟ لو حد معترض يسال دلوقتي. اتجاه واحد بس. بالظبط. لحظه، لو انا دوست خلينا نتامل فيها ثانيه عشان لسه ما انتهوش. احنا وصلنا للجزء ده بس. تعالى. هروح ادوس مثلا على الاي 0.2. اي 0.2 موجود هنا وموجود هنا. هنشوف انهي الاول. اشمعنى؟ هو دايما بترتيب وهو معدي على البرنامج لقط صوره لحاله المفاتيح. عارف ان الاي 0.2 داس عليه. سعيد الحظ الاولاني هيكون مين؟ اللي هيقابله الاول اللي هو اي 0.2 اللي فوق. عمره ما هشوف تحت الاول، استحاله. يعني اول حاجه هيعملها يعمل ايه؟ دي خير وبركه، مع انه عمل ايه في الموتور اليمين؟ فصلوا، صح؟ خليك فاكر الحته دي. يعني اللاتش كده كده جرى له ايه؟ تمام. مش انا دوست عليه غير هنا يبقى هيعمل ايه كمان هنا؟ واحد. هو مش الاتجاه ده فصل؟ يعني دي بقت ايه؟ كلوز. يبقى الاتجاه ده هيجرى له ايه؟ يشتغل. وراح عامل ايه في نقطه التعويض؟ واحد. وفوق يقول له ممنوع. ممنوع. بالظبط. ها صح ولا لا؟ ماشي. كده انا شرحت البرنامج، تعالى اتناقش فيه بقى. في حاجه في البرنامج دوت ملهاش لازمه. انا مش بتكلم معاك عشان نفاصل، الموضوع مش واقف علينا بفلوس كده، احنا خلاص اتدبسنا وخلينا بي ال سي. انا بتكلم كمبدا، الحاجه دي لو اقتنعت بيها ولو فهمتها كده انت فاهم كويس جدا 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 يعني ايه اولويات، يعني ايه ترتيب جوه البي ال سي. الاوتبوت نفسه نقطه التعويض اللي نقطه السنه للاسف الحمايه دي بس دي لا يعني كي 01 مفتوحة؟ الحلقة الأولانية مش فاهم، كي 0.1 مفتوحة ومين تاني مفتوح؟ مقفول مفتوحة. ودي مين تاني؟ كيو 02 مش شغالة. بتكون دي مفتوحة؟ ما تقولش دي، قول مسميات عشان أنا مش عارف. كي 01 مفتوحة؟ وكيو 02 مفتوحة. كي 0.1 معلش أنا أنت أنا مش فاهم نيتك إيه؟ كي 0.1 النقطة. نقطة. وكي 0.2 الخارج. ماشي. ممكن أستغنى عن واحدة لو حبيت يعني أقول لك هنتناقش، انا لازم نتناقش. ها هنتناقش، انا ما قلتش انه غلط بس هنتناقش فيها دلوقتي. النقطه اللي انت قلتها قبل ما نيجي هنشغل المفاتيح تاني. شغلنا الاولاني يعني عشان انا مفتاح تاني اللي هو اي 01 ماشي. انت ده غير اللي بتكلم عنه، خلاص ده حاجه تانيه خالص. اوكي هجاوب. هي ما ينفعش حالته مش حالته، انا عايز اعمل برنامج اديه للراجل صاحب المصنع ما يعملش قفله. ها اللي هي دي يعني. طب ماشي، انا قبل ما اجاوب على السؤال هشرح البرنامج تاني بسرعه كده عشان تبقوا مقتنعين ان الاجابه صح او الاجابه غلط. ها دوست على الاي 0.1 شغل كي 0.1 صح؟ ولما جه هنا قال له بعد اذنك دي نقطه حمايه ممنوع لازم تبقى فاتحه وده انا لسه داس عليه بنفسي فلازم يبقى ايه؟ فاتح. يعني ده شغال وده مش شغال. شلت ايديا رجع بقى اوبن بس كده كده في نقطه تعويض. شلت ايديا رجع بقى كلوز بس كده كده في نقطه حمايه. تمام؟ لما اجي ادوس على الاي 0.2 الاول هيعمل ايه؟ هيفصل. مليون المية عمل الاول فصل، وبعد كده جه هنا عمل ايه؟ شغل. شلت ايديا فضل مفصول، شلت ايديا فضل شغال. هرجع تاني ادوس على الاي 0.1. اي 0.1 هيعرف يعمل قفله؟ لان في نقطه ايه؟ مش هيعرف، مش ده شغال، ده فاتح له هنا كيف، فغصب عنه مش عارف يشغل، لكن هيعرف يعمل ايه؟
يفصل صح؟ مش عارف يشغل عشان في نقطة حماية، بس عارف يعمل ايه؟ لما يفصل هيلف ويطلع يعمل ايه؟ لا هيحس مش اي حاجة. كي تاني الاتجاه ده شغال، الاتجاه ده شغال، الاتجاه ده مش شغال. حبيت اشغله دوس على الاي 0.1. لما دوس على الاي 0.1 هيعرف يشغله؟ لا لان في حماية. بس هيعرف يعمل ايه؟ يفصل. هو وانس ان هو فصل دوت، شو هيلف ويرجع تاني للبرنامج؟ لما يلف ويرجع تاني ده انا لسه دايس لان انا بطيء. ودوت اكيد جراله ايه؟ قفل. فهيقول عمل ايه؟ شغل. عمل ايه ده كده ما فيهوش قفله. التعديل اللي احنا عايزين نعمله بقى نتناقش. في حد قال لي شيل مين؟ 0.1. خليها بلون كده مميز عشان نبقى فاكرين. انا هقراها، انا مش هينفع اجاوبك غير لما اقراها. الاثنين؟ لا واحد تحت. نعمل حالتين مش مشكله، احنا عايزين نتناقش. نعمل الاثنين وبعد كده نرجع نشيل واحد فيهم ونشوف. سؤال كده سريع، هو التمرين دوت انتوا جربتوه في الكنترول صح؟ انت عملتوه كده، عمل قفله؟ لا بس حماية. ها ها. طب معلش التمرين ده لو في الكنترول من غير حمايه يعمل قفله؟ ها. انا بتكلم ككنترول، عايز اجرب ككنترول بالطريقه دي يعني من الاخر عمل كده. اللي بيشغل الكونتاكتور دوت هو اللي بيروح يفصل الكونتاكتور ده صح؟ الحركه الاول بيعمل ايه؟ الاول يعمل ايه؟ يفتح وبعد كده يعمل ايه؟ يقفل. يعني المفروض ما يعملش قفله الا اذا كان الكونتاكتور حد تعبان، يعني المفروض ما يعملش قفله. تعال اتناقش هنا كبي ال سي. احنا اتفقنا ان البي ال سي مش حاجه اسمها ممكن، يا هيعمل قفله يا مش هيعمل قفله صح؟ تعال نقرا. دوس على الاي 0.1 شغل ال 0.1 صح؟ نزل هنا قال له ممنوع اشتغل. دوس على الاي 0.2 اول حاجه بيعملها يعمل ايه؟ يعني انت لكم مش لازم اول حاجه عملها فصل، يعني غصب عنه كده كده لازم يفصل قبل ما يجي هنا ويعمل ايه. تعال نكمل تاني كده. ده شغال. دوس على الاي 0.1 هو اول حاجه هيشغل ويعمل قفله ولا ينزل يفصل الاول؟ هيوصل ويعمل ايه؟ قفله. يبقى الانترلوك، الانترلوك يعني ما ينفعش تشيله كله. واحد على 3000 من الثانية. اصح ماشي اوكي. هو بيتكلم عن نقطة تانية، بيقول ان انا عارف ان الكومن ما بين دوت ودوت بنتكلم على حوالي 1/3000 جزء من الثانية. هو بيتكلم على جزء ميكانيكي بره، ان احتمال الكونتاكتور بره ما يلحقش يلقط صح؟ بس ممكن برضه التاني ما يلحقش يعمل ايه؟ يفصل. انا معاك صح. مش في مش اتجاهين؟ كونتاكتور ده وكونتاكتور دوت؟ ها انا ما قلتش ان هو مليون المية هينفع اجربه بره وهيبقى تمام تمام تمام. انا خايف من الحركه الميكانيكيه ساعه. عندك حق. فزياده امان انا مش هعمل ده كده، مع ان ممكن على فكره انا ماشي قفله كي، لان هو سريع جدا فممكن تاني ما الحقش يلقط. بس انا خايف ان اعمل حاجه مظبوطه صح قبل ما اجربها على طول. ترتيب هو اول سطر الاولاني، يعني دايما اول سطر هو الاولاني تمام. اوكي ده لو جربت على البي ام سي هيبقى بيعمل قفله ولا لا؟ بص عشان اوضح لك حاجه، كلمه قفل على البي ال سي كلمه مش صح. البي ال سي مش عامل حاجه، البي ال سي سوفت وير بس. نقطه، هو القفل ده من بره صح؟ اكيد تمام. بس كتير جدا جربوه ومضيناهم على ورقه، باشمهندس مضى معانا، باشمهندس مضى معانا، وقال لنا ما عملش قفل. انتوا اقتنعتوا لما قررنا انه عمل قفله؟ اقنعك تاني. دوس على الاي 0.2 شغل كي 0.2 تمام. لما تدوس على الاي 0.1 هيروح يشغل الاول ولا هينزل يفصل الاول؟ يبقى عمل قفله ولا لا؟ يبقى غلط. مع ان انت لما تيجي تجربه على الكمبيوتر انت مش شايف بعينيك ان هو شغل الاول ولا فصل الاول، انت شايف انه بيبدل. عشان كده انا عايز اوصلك بس معلومه، لما نقرا اي حاجه على البي ال سي ما تحكمش على اللي انت شايفه. كيو 0.2 لكن ما حطش كيو 0.1. نتناقش فيها لو انتم مقتنعين. انا عايز اقول لكم هبقى في قمه السعاده. دوست على الاي 0.1 شغل الكيو 0.1. لما بدوس على الاي 0.2 الانترلوك اللي هنا فعلا ملوش لازمه، ان هو غصب عنه هيشوف مين الاول. ده يعني عمل ايه الاول؟ طفى. وبعد كده جه هنا عمل ايه؟ شغل. لكن ده مهم ليه؟ لو ده شغال، لو ده شغال جيت اشغل ده انا خايف يعمل قفله، فهنا يقول له ايه؟ ما ينفعش تعمل قفله صح؟ غصب عنه هينزل الاول يعمل ايه؟ يفصل. وبعد ما يفصل يطلع فوق يعمل ايه؟ يشغل. بس بيني وبينك بصراحه انا دايما احط ايه؟ انا بس عايزك تفهمها. لكن عارف ليه؟ على الاقل ليه؟ عشان يوم ما كنا رايح اعمل سنه في المكنه دي واشوفها مره واحده من غير ما حد يقول لي بتقول ايه، انا عارف ان دي باينه ان هي ايه، بتقول اتجاهين، ان في حمايه ما بينها صح؟
او حاجه المفروض ما تشتغلش مع حاجه، فغالبا مضطر اتجاهين. كله مقتنع؟ ماشي. اللي عايز ينقلها ينقلها. اقول لكم بصراحه انا لو هنقلها هنقلها من غير انترلوك واكتب جنبيها كده معلومه، يعني لان الحاجات دي تفرق معاك. طيب الصح كده كده تعمله لوحدك، بس الغلطات دي لازم تبقى عارفينها. هرجع بس ورا كده شويه للتمرين بتاع المره اللي فاتت، هسال فيه سؤال، لو جاوبتوه كلكم صح يبقى احنا فهمنا اللي انا قلته دلوقتي. ده بتاع المره اللي فاتت صح؟ كان مضطر اتجاهين. ها؟ سؤال، هي حاجه مش منطقيه مش هعملها في الواقع، بس السؤال يعني. انا هقفل الاي 0.1 وهقفل الاي 0.2 بس هخلي مفتاح الاقاف مفتوح. اوكي. يعني دايس على الاي 0.1 ودايس على الاي 0.2 وفصل الاي 0.0 بتاع الاقاف. لما اقفل الاي 0.0 بره هيقفلوا مع بعض؟ لا. اكيد لا، لان في ايه؟ حمايات. مين سعيد الحظ الاولاني؟ ها. كي 0 ها لما اسمع. طب قول اسامي، قول اسامي. كي 0 كام؟ كي 0.1 انا هشتغل. لو حد معترض يقول. اصل هو في الحقيقه الاي 0.0 كده كده هو كان مفتاح في الهاردوير. تاني انا قفلت الاي 0.1 وقفلت الاي 0.2. لا مقفولين كده كده من الاول يعني، بس الاي 0.0 لسه ما اتقفلش. هاجي مره واحده واحده على الاي 0.0. ما هو ده هو هو ده هاردوير، هو حاجه واحده. اللي هيشتغل ده ولا ده ولا انا وحظي حسب البي ال سي موجود في اي حته. مدى الحياه هيكون مين؟ 0.1. لان هو كل مره البي ال سي، حتى على فكره حتى لو انا كنت دوس على المفتاح والبي ال سي كده البوينتر بتاعه في النص، هو ما عرفش ان انا دوس على المفتاح غير امتى؟ غير لما لف وطلع فوق، فعرف ان الاي 0.0 مقفول. فاول واحد راح بلغه البشره دي كان مين؟ اول نتورك. فراح عمل ايه؟ شغل كي 0.1. ده ممكن يشتغل بالطريقه دي؟ استحاله يشتغل. ايه؟ عارف ليه كمان؟ لانه لما قرا دي وشغل ده، لما اشتغل راح نزل هنا قال له ايه؟ قال له ما تشغلش. صح؟ لما انا قفلت الاي 0.0 كلوز 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 راح ده اشتغل، راح نزل هنا قال له ما تشغلش. فمعناه ان مدى الحياه ده مش كي 0.2 مش هيشتغل. طب سؤال اخير، لو عايز اشغل كي 0.2 ايه الحل؟ هل لازم اوقف الاول؟ لا، بنفس الطريقه بدلهم مكان بعض. لو بدلت دي خليتها فوق، يبقى اول حد هنشوفه مين؟ كي 0.2 فهو مش شغاله، بس كي 0.1 مش هتشتغل. لو مقتنعين انا يبقى كده ممتاز جدا. ها الراجل ده لازم نعيد تاني. هو ماشي اتفضل. بهزر اتفضل. لا لا ولا يهمك. لو انت لو عايز تجرب الحركه الثانيه انه يلقط دي الاول، يبقى خد التورك دي، يعني تخلي دي تورك واحد ودي تورك اثنين. اوكي؟ يعني هي بنفس المسميات. فهو اول ما يتحرك هيقرا دي الاول، فهو عامل فيها ايه؟ يشغلها. ينزل يقابل دي فيقول له ايه؟ ما تشتغلش. احنا بنعمل بروفا، لكن اللي انا بقوله ده مش واقعي، ده مش حاجه حقيقيه، يعني عمري ما راح اجرب حاجه زي كده. انا بقول لك بس تجربه، لو انت فهمت ايه اللي حصل معايا انت فاهم البي ال سي بيقرا ازاي. لان اهم حاجه عندنا الاولويات، الترتيب.